يقال ان حاجات هذو حبيت تطبقهم حتى منذ دخولك للجامعه، لكن لقيت صعوبات مع يوسف الزواوي. نو جامي جامي سي يوسف حاجه فيها مصلحه، وكما قلت لك احنا ما كناش قاسمين، كنا متواصلين. ثم بوتيتر بعض الافكار اخرى اللي ممكن ماناش فرد، بوتيتر سي يوسف خبرته وتجربته تخليه ممكن يتريث اكثر، ممكن انا صغري يخليني اكثر نبادر، ممكن ناخذ الانيشيتيف اكثر. كانت فما خلافات بيناتكم؟ جامي خويا الكبير سي يوسف، وتعلمت منه، وبالنسبة لي أنا لتو نرجع له راه سي يوسف ونكلمه ونستشيره، ويقعد ديما سي يوسف كبير يعني.